لماذا تورطي فيه إلى هذا الحد؟ لا أدري، منذ الوهلة الأولى وأنا أراه رجلا استثنائيا في كل شيء. ملامحه العادية التي تشبه الجميع ولا تشبهه، نكهة صوته المميزة وحديثه الدافئ الذي يسري فيك مسر الدم حتى تدمنه، عيناه اللتان تحملان دهاء وألما وشغفا وخيبة وتحديا وأسرارا أعجز أحيانا عن فهمها، ربما لأنني عاصرت كيف سطر العمر خطوطه على وجهه، وكيف زينت خيوط القمر الفضية سواد شعره حتى اكتمل بهاؤه. ربما لأنني شاركته شغفه مرات وحزنه مرات ومرات، ربما لأننا ضحكنا معا حتى البكاء وبكينا حتى تملكتنا اللامبالاة وسخرنا من أوجاعنا ثم من كل شيء حتى أنفسنا. ربما لأنني أجد فيه نصف روحي التائهة ولا أشعر باكتمالي إلا في وجوده. ربما لأنه لا يدري إلى الآن إلى أي حد تورطت فيه.